اتعرضتي للاغتيال في سنة 2013 في السودان؟ اتعرضتي؟ صح. ايه اللي حصل بالضبط؟ كنا بمهرجان للسينما الشباب، وكنت مكرمة، وكان عم يعرضوا فيلم رسائل الكرز، وكان تقريبا يعني دعوة عامة وبحديقة، وصار في يعني تهديدات. أنا ما سمعت، عم حضر حالي يعني للحفل، بتفاجأ أنه إجوا مجموعة من الدولة يعني مشكورين، وسيكوريتي عالي كتير، أنه في بعض الأشخاص عملوا مثل يعني مخطط معين ليصير في اغتيال أو قتل أو أيا كان اسمه يعني. فصار في حماية شديدة، وحتى ما بقى دخلت الناس لجوا مثل ما كان مقرر، صار في يعني تقييد بالناس اللي دخلت لجوا. ما حصلش شديد. إصابة، ما حصلش أي حاجة، ما صار حصلش تعدي عليكي؟ لا لا أبدا، بالعكس، وهن أخذوا كل الاحتياطات قبل، يعني هن عن طريق شخص سوري، وللعلم أنه هذا الشخص إذا فينا نسميه، يعني أنا ما تعرفت عليه شخصي، بس يقال أنه قالوا لي أنه هو معارض، بس لما صار في أذية لبنت بلده فهو حماني وهو اللي بلغ. ما تعرفيهوش؟ لا. ولا تعرفي اسمه؟ لا خالص. ما حاولتيش حتى تسألي مين؟ سألت، بس كان في يعني تحفظ. وبعتت شكر انه خاف علي يعني هيك. حساكي اكثر سلاما، اكثر هدوءا، ايه سر الهدوء؟ هل ده معناه ان انت زهقتي؟ زهقتي من الخناق والمناوشات والاختلافات، وبدأتي فعلا صفحة جديدة مع نفسك وعايزة تركزي مع الفن أكتر؟ لا أبدا، أنا طول عمري هادية، واللي بيعرفني بيعرفني، طول عمري عندي سلام. حتى لما حكيت من قبل ولا مرة حكيت بانفعال، ولا مرة هاجمت، وعمري ما تخانقت، يعني دائما أنا كنت متلقي ماني مبادر، كنت ردت فعل أكتر من فعل، فهو هي شخصيتي بالعموم. ويمكن كمان سبب آخر أنه نحن تعبنا، يعني السوريين تعبوا، هو ده السبب. السبب الثاني، بس انا قصدي انه الاول يعني هو انا هيك عاده، يعني هي شخصيتي. السبب الثاني انه تعبنا وخلص، يعني غير اشياء كثير قد تكون بالشخصيه يعني لها علاقه بحياتي. يعني الدخول في الكلام ده سحب من ارصده سلاف فواخرجي عند الجمهور؟ لما حكيت القناعة اللي أنا بحس فيها والمبدأ اللي أنا بآمن فيه، ما فكرت بأي خسارة وأي ربح، وبخجل من أي خسارة بحكيها قدام أهالي الشهداء يلي راحوا.